في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنانة ياسمين صبري، وهنكشف ليكم عمرها الحقيقي وعدد أزواجها قبل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وحقيقة حملها في طفلها الأول، وحقيقة طلاقها للمرة التانية. كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده لخمس تلاف لايك. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. بتحتفل الفنانة ياسمين صبري النهاردة بعيد ميلادها، وبالمناسبة دي كلنا بنقول لها كل سنة وانت طيبة يا فنانة وعقبال مليون سنة. الفنانة ياسمين صبري اسمها بالكامل ياسمين أشرف صبري، وهي من مواليد 21 يناير سنة 1988، والنهاردة تكون كملت فنانتنا الجميلة 33 سنة. ياسمين اتولدت في اسكندرية وهي المولودة الثالثة بين اخواتها الخمسة. بتتمتع الفنانة ياسمين صبري بجمال وبجاذبية كبيرة لدرجة انه تم اختيارها ضمن اجمل 100 وجه في العالم 3 مرات قبل كده. وتعتبر الفنانة ياسمين صبري هي الفنانة المصرية الوحيدة الموجودة في القائمة دي، وكان اول ظهور ليها في برنامج خطوات الشيطان مع الداعية معز مسعود، وده لما قدمت دور البنت المحجبة رشا. لكن كان اول ظهور فعلي ليها مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وده كان في مسلسل جبل الحلال سنة 2014. بعد كده قدمت مجموعة مميزة جدا من الاعمال الفنية، ورغم ان مسيرتها الفنية مش كبيرة الا انها قدرت في الفترة القليلة دي تكون واحدة من نجمات الصف الاول، ويكون ليها جمهور كبير بيحبها وبيتابع كل اعمالها واخبارها باستمرار. ودلوقتي تعالوا نتكلم عن حياتها الشخصية. الفنانة ياسمين صبري اتجوزت مرتين. اول مرة اتجوزت فيها كانت من رجل اعمال دكتور وكان اسمه محمد، وتعرفت عليه عن طريق والدها الدكتور اللي كان بيشتغل في المستشفى اللي بيمتلكها. وجوازها منه في البداية كان في السر، وده لانه كان متجوز وكان عنده اولاد وكان اكبر من ياسمين بسنين كتير. وخلال فترة جوازهم كانت بتحصل بينهم مشاكل كتير، لكن في النهاية كان بيحصل صلح بينهم. وكانت دايما ياسمين بتشتكي من حبه وتعلقه الشديد بزوجته الاولى واولاده، وفضلوا متجوزين في السر لمدة 5 سنين، وده لحد ما ظهرت ياسمين ضيفة في احدى البرامج التلفزيونية. وقتها اعلنت انها متجوزة من رجل اعمال وان اسمه محمد، وانها بتدلعه وبتقوله يا دودي. فحصلت بينها وبين جوزها مشاكل كبيرة جدا، وده لانها اعلنت جوازهم اللي المفروض يكون في السر. وفي نهاية المشاكل دي حصل الطلاق بينهم، وكانت قال ان ياسمين انجبت بنت من جوزها الاول، وان بنتها عايشة في امريكا مع والدة ياسمين. لكن طبعا الكلام ده غلط، ونفته ياسمين بنفسها قبل كده. بعد كده اتجوزت الفنانة ياسمين صبري لتاني مرة، والمرة دي اتجوزت من رجل الاعمال احمد ابو هشيمة بعد قصة حب قصيرة جمعتهم ببعض. وجوازهم كان في شهر ابريل سنة 2020، ومن لحظة جوازهم وكل شوية بتطلع عليهم اشاعات. مرة اتقال ان في خلافات كبيرة بينهم، ومرة تانية اتقال انهم اتطلقوا، لكن طبعا كل الكلام ده مجرد اشاعات ومش حقيقة. وبالعكس ياسمين وجوزها ابو هشيمة عايشين حياة زوجية سعيدة جدا. وكانت طلعت اخبار تانية في الفترة الاخيرة بتأكد حمل ياسمين في طفلها الاول من جوزها احمد ابو هشيمة، لكن برضو الاخبار دي مجرد اشاعات، وان الفنانة ياسمين صبري مش حامل ولا حاجة. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه اسرارنا مخلصتش. استنونا في فيديوهات جديدة واسرار جديدة على قناتكم اسرار النجوم.